قلنا لكم بأن المأموم أثناء خطبة الإمام لا يجوز له الصلاة ولا الكلام ولا السلام، لا يصلي يتنفل يعني، ولا يسلم ولا يتكلم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه صح يعني أسكت والإمام يخطب فقد لغى. وذكرنا وتوسعنا في هذه المسألة فيما سبق، ولذلك يجب الإنصات، ومن تكلم أثناء خطبة الإمام فقد لغى وذهب أجره، إلا أن يستنطقه الإمام مثلا الخطيب على المنبر، وكذلك إذا دخل والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل فجلس: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هذا الحديث في الصحيحين. ثم جاء في السنن قال: وأوجز فيهما. وذكرنا لكم في المجلس السابق ضابط الإيجاز ما هو؟ أن يأتي بالواجب، أن يأتي بالقدر الواجب، فيقرأ الفاتحة فقط في القيام، تسبيحة واحدة في الركوع، تسبيحة واحدة في السجود.